في الحلقات اللي فاتت. ركز معايا عشان اقولك. اتفضل قولي. قولي انت شفت ايه؟ يا دي النيلة، هو مين فينا اللي هيقولي مين؟ انت ناس اللي انت اللي قلتلي قتلها. ما حصلش. لا حصل. لا ما حصلش. لا حصل. طب ما تنرفزينيش يا مونة. طلقني يا احمد. طب يا مونة روحي وانتي. بس خلاص بقى يا شيف، المسامح كريم. لا خلاص، احنا بدنا نروح. ايوة كده، ادينا غيرنا القماشة. تمام يا شيف فريد. ايه تمام معلم. انت عارف ان البسطرمة اللي بتعملها دي ممكن تكون السبب في الحلم اللي انت شفته مبارح؟ اهلا اهلا يا حسام. ها طمني اخبارك ايه؟ طيب قول خير، ايه طلبك؟ انا عايز اتكلم مع حلال. الحلقة 20. البني آدم جواه ميزان، وكل ميزان ليه كفتين. لو كفة تقلت عن التانية يختل الميزان جواه شوية أنانية عشان يخلوه يفكر في مصلحته ويعيش، وشوية حب للناس عشان يخلوه يحس بغيره ويساعدهم، جواه شوية عقل يخلوه يفكر ويقرر، وجواه قلب بيحس وبيتحرك بمشاعره حتى لو مشاعره دي ودته الحاجة هو رافضها عقله، وجواه حاجات تانية كتير عكس بعض. والبني آدم بيقضي حياته كلها بيحاول يعمل حاجة واحدة يظبط بيها الميزان. أنا محتاج كوباية شاي عشان أظبط بيها دماغي وأعدل الميزان. إيه يا ميرفت هانم؟ ما سمعتيش ولا طلبي ما ينفعش يتنفذ؟ لا سمعتك بس مش فهمك. إيه اللي ما فهمتهوش يعني في كلامي؟ الغريب إنك طول الوقت بتعمل كل حاجة عشان تهرب من حنان، إزاي دلوقتي بالذات جاي وعايز تتكلم معاها؟ لا ما هي المقابلة دي هتكون بضمان ميرفت السنهوري. يعني إيه؟ يعني تضمني لي إنها تبقى مقابلة واحدة وتنتهي. فهمت. وإيه رأيك؟ موافقة بس بشرط. إيه الشرط؟ هنفذ لك طلبك بس كده يبقى ليه عندك طلب. تحت أمرك، اطلبي. لا مش هطلب دلوقتي. إيه هتحوشيه؟ أيوة هشيله للوقت اللي يناسبني أنا. وأنا موافق، أقدر أشوفها إمتى؟ دلوقتي لو حبيت. تمام أنا جاهز. طيب هستأذن أنا، وعلى فكرة أحب أطمنك إنها مش هتقدر تأذيك. تمام كويس إنك قلتيلي. أما حاجة تضحك صحيح. يا سلام انت جيتي. أهلا يا حنان. هي ايه الحاجة اللي بتضحك؟ هبلي طبعا، عمري ما كنت أتخيل إن البني آدم الطيب اللي أنا اتجوزته ممكن يعمل فيا كده. ولا أنا كمان كنت أتخيل، بس انت السبب، انت اللي خليتيني عملت كده. انا السبب يا حسام؟ ايوه انت، فضلت تعذبيني وتضغطي عليا وتزهقيني في عيشتي لحد ما حولتيني لاسد متوحش بعد ما كنت قطه مغمضه. لا يا شيخ، وطالما انا كنت وحشه كده ما طلقتنيش ليه وارتحت؟ انت اكتر واحده عارفه اجابه السؤال ده. نسيتي لما قلتلك اني هطلقك؟ ده يبقى يوم المنى يا حبيبي، عشان هاخد منك المؤخر اللي قد كده، والعفش اللي قد كده، والذهب اللي قد كده. نسيتي؟ فضلت تهدديني بالمؤخر والقايمة والذهب اللي أنا ماضي عليه. ما كنتش هقدر أطلقك وانت عارفة. أمال كنت عايز ترميني كده من غير ما أخد حقوقي؟ يا سلام، وأنا مين اللي يديني حقوقي؟ أنا اللي تعبت وشقيت عشان أكون نفسي، وبعدين قررت أتجوز وأفتح البيت ده وحاولت ألاقي راحتي فيه ما لقيتهاش. المفروض اني لو حبيت اطلقك اسيب لك كل حاجه. انا غلطان اني مضيت على القايمه. الله يخرب بيوتكم. القايمه دي كانت هي اللي حمياني منك. حمياكي من ايه يا اختي؟ من غدرك ليا. وانا ايه اللي كان هيحميني من غدرك؟ انت كنت مأمنه نفسك قوي وانا كنت عبيط قوي. اتعرفت عليكي في نص ساعه واتخطبنا شهرين وبعديها اتجوزنا، وقعت زي الجردل. كنت طول الوقت بتمثلي عليا انك رقيقه عشان أحبك. أنا ما كنتش بمثل. لا كنت بتمثلي، وإنت نفسك اعترفتي. أمال كنت عايزني أعمل إيه؟ كنت تبينيلي شخصيتك وتوريني حقيقتك اللي أنا مش شايفها قبل الجواز، وتعرفيني يا أختي إني كنت بتشخري. أنا ما بشخرش. لا بتشخري، وشخيرك مش عادي كمان، شخير يا هد عمارة. أنا ما كنتش بمثل.
كل الحكاية اني ما كنتش واخدة عليك. اي حد بيتعامل بطريقة معينة وسط الناس غير طريقته الحقيقية لما يبقى واخد راحته، وانت شايفني غلطانة عشان بقيت واخدة راحتي معاك بعد الجواز. ايوة غلطانة. يعني انت كنت عايزني امثل طول الوقت؟ ايوة مثلي، لو الرقة والأنوثة بالنسبة لك تمثيل كنت مثلي. انتوا كده الرجالة كلهم كده، صنف واحد يحب التمثيل والنفاق والدلع والكذب. وليه ما تقوليش اننا بنحب الست اللي تبقى ست؟ وانا ما كنتش ست؟ لا ما كنتش ست، ده ضياع العفريت فيه انوثه عنك. وليه ما تقولش ان انت السبب؟ ازاي بقى ان شاء الله؟ انت اللي كنت سايبني اسوقك واتحكم فيك، ليه ما خدتش موقف؟ ليه ما تصرفتش؟ كنت عايزان اعمل ايه يعني؟ كان ممكن تقنعني، تحيلني، كان ممكن حتى تزعقلي بس برقه. ما كانش في حاجه نافعه معاكي. انت اللي ما كنتش عارف تتعامل معايا. عارف يا حسام، اي ست في الدنيا بيبقى نفسها تلاقي راجل تتسند عليه، ما تفكرش وهي معاه، تسيبه يتحكم فيها وياخد كل القرارات. الست بطبيعتها بتبقى عايزه تستسلم للراجل اللي بالشكل ده، بس لما ما تلاقيش الراجل ده قد المسؤوليه دي بتتحول. لو انت كنت راجل بجد كنت هتلاقيني ست بجد. عارف يا حسام، انت ما تعرفش اي حاجه عن الستات. والله عندك حق، انا بعترف اني فعلا مش بفهمكم. من ايام الجامعه، والله من ايام ما كنت بشوف بنات زي القمر ماشية مع عيالش الأحفاد وموت وأعرف بيحبهم ليه. ليه؟ أقول لك أنا، الرجال اللي بتتكلم عليهم دول بيبقى عندهم ثقة عالية جدا في نفسهم. إحنا بقى بنحب كده، بنحب اللي يعرف يتعامل مع البنت بغرور، بس غرور دمه خفيف. بنحب اللي يتعامل مع مشاعرنا ويلعب بيها من غير ما نحس. بنحب من الآخر الطاووس المغرور اللي واثق في نفسه، عشان بنحس إن الثقة دي دليل على ان الراجل ده هيعرف يسوق العلاقه. يسوق العلاقه؟ ده انت عايزه سواه مقطوره بقى عشان يعرف يسوق العلاقه. انا غلطان اني اتجوزت جواز صالونات، كان مفروض اتجوز جواز عن حب. ابى اقول لك على حاجه بقى، تعرف ان الحب مش اهم حاجه في الجواز؟ يا سلام، امال ايه اهم حاجه يا فيلسوفه عصرك؟ التفاهم. التفاهم؟ لان مهما كان الاتنين اللي متجوزين بيحبوا بعض أكيد هيختلفوا. أيوة يعني، وليه يختلفوا؟ لأن إحنا بني أدمين يا حسام. أنت نفسك مش ساعات كده بيحصل لك موقف يخليك تحتار وتلاقي في دماغك حاجتين مش عارف تختار ما بينهم؟ ما بالك بقى لما يبقى في دماغين بيتكلموا ويفكروا ويتناقشوا مع بعض. طب واللي عايز يتجوز واحدة ما يختلفش معاها هيعمل إيه؟ يتجوز المراية يا حبيبي. يعني الواحد ما يقدرش يعيش سعيد من غير خلافات؟ تقدر، تقدر تعيش سعيد وسط الخلافات. إزاي؟ بالتفاهم. تشوف انت عايز ايه ومراتك عايزه ايه، وتحاولوا توصلوا لحل وسط بس يرضيك، او حد يتنازل عشان التاني، انت مره هي مره، وبكده الدنيا اكيد هتمشي. انا مش عارف والله، انت بقيتي فيلسوفه من بعد ما دخلت الغيبوبه. طب ما عملتيش الحاجات دي قبل ما يحصل اللي حصل ليا فالحه. انا ما انكرش اني انا كمان غلطانه، وغلطانه في حاجات كتير، بس انت كان مفروض تفهم انك الراجل، انت قائد المركب. عارف يا حسام، انا كان عندي استعداد ابقى خاتم في صباع، بس انت اللي فشلت انك تحتويني. انت اللي كان مفروض تفهم الكلام اللي قلتهولك ده وتفهمهولي، بس للأسف انت ما كنتش فاهم وما كنتش عارف تقود العلاقة. بلا علاقة بقى بلا هباب، خلاص كلها ايام وتختفي من حياتي، وادور على واحدة تانية ناعمة كده مسكوتة اتجوزها وتملى حياتي سعادة. هي بقت كده؟ ايوة كده. امال فاكراني ايه؟ هقعد جنب صورتك عيط؟ البوليس هيقبض عليك. ولا حد يقدر يتهمني بحاجة. انت دخلتي غيبوبة والاعضاء كلها شغالة ومحدش عارف سببها، وبعد شوية لما يخلص الشهر كل حاجة هتخلص وهعيش حياتي من اول وجديد. ماشي يا حسين، مع السلامة. استني، انا ما خلصتش كلامي. مش عايز اسمع حاجه تاني ولا عايز اشوفك تاني. استنى يا حنان، حنان تعالي هنا، انا لسه ما خلصتش كلامي. حنان، حنان. حنان استنى يا حنان. ايه دوت؟ انا في حلم ولا في حلم؟ انا صحيت، فين التليفون؟ الو. الله يخرب بيتك يا بلاليني. يا عم صباح النور يا عم. شقلطة مرمطة هلمت ردرتة كده نخلص منها، بقت زروطة لسبعت الوح ولقيت أشباح فيها نوح وشيت الغطا. شقلطة مرمطة هلمت ردرتة كده نخلص منها، بقت زروطة لسبعت الوح ولقيت أشباح فيها نوح وشيت الغطا.
طيب ممكن تهدى؟ مش ههدى. طيب ممكن تسمعني؟ مش هسمعك. طب انت عايز ايه؟ انا هروح اجيب البسطرمة من عند احمد ومونة، زمانها خلصت، وانت هتروح معايا حالا تجيب الاستاذ وليد من تحت تقطيع الارض، فاهم؟ فاهم، بس عندي سؤال، وسؤال مهم جدا. اتفضل. يعني ايه تقطيع الارض؟ يا دي النيلة السودة يا بني ادم، حرام عليك، انت لا يمكن تكون بني ادم، انت حتة تلج ماشي على الارض. في ايه بس يا حسام؟ في ايه يا اخي؟ يا راجل كل اللي بيحصل ده ومحركش فيك حاجة، ده الحجر حينطق وانت عمال تهزر وتتكلم في موضوع تافه. في ايه بس يا حسام؟ في ايه؟ طب انت فاهم بذمتك يعني ايه تقطيع الارض؟ تبقى مش عارف يعني ايه. لا عارف. لا مش عارف. طب لو عارف قول. رغم انك انسان تافه وسائع، بس هرد عليك عشان اثبت لك اني عارف. طب اتفضل قول. قول. تقطيع جمع تقطوقة، والتقطوقة هي البتاعة الصغيرة التي تجدها في القهاوي عشان يتحط عليها المشاريب. طب وايه علاقة ده بتقطيع الارض يا حبيبي؟ يا بني ادم، مش في كائنات عايشة تحت الارض وبينزل لهم مشاريب؟ لازم يحطوا المشاريب دي على تقطيع. صدق اقنعتني. طب اتفضل يلا. اتفضل فين؟ روح هات الاستاذ وليد من تحت تقطيع الارض. ايه التقطيع دي يعني ايه؟ تعال بقى عشان اريح البشر من رزالتك وخليك تنزل تشوف تقطيع الارض بنفسك. الحقوني الحقوني. مات يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة. اوعى كده يا اخي، سيبني. ارجوك يا استاذ وليد، مش عايزين فضايح. والله نطلب لكم البوليس. لا بوليس ايه، ده انا هطلب لكم مستشفى المجانين. استاذ وليد. افندم. انت عارف حضرتك انا تعبت قد ايه عشان اعمل كوز البسطرمة دوت. طيب يا سيدي برافو عليك، وانا مالي؟ لا ما انا مش عامله ليا. انا عامله عشان حضرتك. متشكر، مش عايز. استاذ وليد، حضرتك بمنتهى الهدوء هتاخد قطعة بسطرمة من الطبق اللي في ايدي، هتحركها على بق المدام وتحاول تدوقها لها، ولو قطعة واحدة صغيرة على طرف لسانها. انا لا يمكن. استاذ وليد، مراتك قدامك، مفيش اي حاجة عالجتها، وانا بقول لحضرتك جرب ومش هتخسر حاجة، ارجوك اتفضل. حاضر، انا هجرب، بس عشان اثبت لك ان كل اللي بتقوله ده مجرد تخاريف، وبعدها انا هعرف شغلي معاكو. اعمل اللي حضرتك عايزه، بس اتفضل جرب. ماشي، انا هجرب. نانسي وحشتيني قوي يا حبيبتي، البيت مظلم من غيرك، الدنيا كلها ملهاش طعم من غيرك. انا اسف اللي هعمله ده، بس في حاجة جوايا بتقولي ان في امل، وانتي علمتيني اصدق احساسي، وانا احساسي بيقولي ان البسطرمة دي مش هتضرك، دوقي حتة صغيرة منها ولو سمعاني حاولي ترجعي. انا زي الغريق اللي بيتعلق بقشاية، بس بدل ما بيتعلق بقشاية بيتعلق ببسطرماية. ارجعي يا نانسي علشان خاطر ارجعي، انا من غيرك ولا حاجة. مش ممكن، انا مش مصدق. مش معقول.